رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت، ولو وافيت ربك دون ذنب وناقشك الحساب إذا هلكت. ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت، أن تقوم بما حملت. نعم، يقول ولو وافيت ربك دون ذنب وناقشك الحساب إذا هلكت. وذاك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، وقال لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. أبدا، من نوقش الحساب عذب، لأنه مهما سوى مقصر، مهما صنع هو مقصر. ولذلك يقول ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقول بما حملته أو بما تحملته من الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وشغلنا وحملها الإنسان. أنت حملت الأمانة، هل أديتها؟ وقد جاء في الحديث وهو إن شاء الله حسن أنه يؤتى برجل عابد فيقال أدخلوه الجنة برحمتي، يقول الله تبارك وتعالى، فيقول لا يا رب بعملي، أدخل الجنة بعملي، لأنه رأى أنه يعني ما قصر في هذه الدنيا عبادة ونسك وبعد على المعاصي وكذا وكذا، فيقول الله تبارك وتعالى أحصوا عليه عمله، أحصوا عليه عمله، فيحصى عمله فلا يوازي نعمة البصر، لا يوازي نعمة البصر. ولذلك نحن عندما يدخلنا الله الجنة نسأل الله من فضله سبحانه وتعالى، إنما يدخلنا بفضله، وأعمالنا لا تساوي الجنة، وإنما هي سبب لدخول الجنة وليست عوض، ليست باء العوض وإنما باء السبب. فيقول أحصوا عليه عمله فيحصون عمله فلا يساوي نعمة البصر، فيقول يا رب برحمتك غيرت رأيه، أدخلني الجنة برحمتي، فيقول أدخلوه الجنة برحمتي. كان يقول أعقل أعقل صحيح. فالقصد أن الإنسان مهما عمل مقصر. نعم. ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت، ولو قد جئت يوم الفصل فردا، ولو قد جئت يوم الفصل فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعتا. تفر من الهجير وتتقيه فهلا عن جهنم قد فررتا. الهجير الحر، وتسمى صلاة الظهر صلاة الهاجرة، يعني الصلاة التي تكون فيها الحر شديدا. نعم.